تجانيه في تجانيه تربيع، في تجانيه تربيع وفي تجانيه ما مربيين. اثنين، عرفت كلامي؟ تربيه ما قال كده، هم قالوا كده معنا، قالوا تربيه وغير تربيه. غير تربيه ده يعني شنو؟ وكله صيام في رماد في النهايه، كله شرك. تربيه ولا ما تربيه؟ عرفت كلامي؟ اثنين، ياتا حقه الرسول. زي واحد قالوا من اخواننا الدعاة زمان، ليه صوفي زي القبيل ده شايل نوبه كبيره كو 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 دار يخرب بها الحلقه. اخونا قال له نوبتك دي ما قدر حقه الرسول، ما قدر. الصوفي وقف ما بليد طبعا، قال له الرسول كان عنده نوبه؟ قال له انت عامله ليه؟ موضوع انتهى، مناظره انتهت. طيب تجانيه اثنين، تربيه وغير تربيه. القادريه ديل كتار، ابناء الشيخ الجعلي، ابناء الشيخ المكاشفيه، القادريه ابناء الشيخ منو كده كدباس، القادريه العراقيه، خليك معي على كلمات. طيب كدباس العراقيين البتاع الصادقاب برضو ده القادريه. عندك الختميه، الختميه عندك البغادي، عندك بغادي الركينيه ده بتاع الكلاكله، ده طلع على المنبر قال يوم الجمعه بيخطب، اتخيل لابس له نظارات سود وقال لهم هذا رسول الله. اقعد اقعد، ما بيقدر يسوي الحبه. اقعد اقعد، الله يهديك يا اخي، اقعد يا اخي، الله يهديك، او الله يهديك يا اخي. طيب الحبه ما يسويها. طيب خليك معي، الرسول عليه الصلاه والسلام الركيني بيخطب الجمعه، ده صوفي هنا بالكلاكله محتال لابس نظارات سود، قال لهم الرسول نص الخطبه الركيني يقول كده، ده صوفي، قال لهم هذا رسول الله حضر معنا خطبة الجمعة الآن. الدراويش بقى يكرك، يا دراويش يا بولدة، لو الرسول جاي يحضر الخطبة الركين يخطب والرسول قاعد تعيد كيف؟ بالعول كده، أنزل أنزل تقع فيك حيطة. والمفروض يطلع من يا جماعة؟ يطلع النبي عليه الصلاة والسلام، وده بيبطل عقيدة الحضرة عندهم. الصوفية قالوا الرسول بيجي بيقعد معانا عديل، عندهم حاجة اسمها الحضرة النبوية، مش في النوم، ممكن ترى الرسول في النوم ما في مشكلة، ده في السنة موجود، لكن قالوا الرسول بيجي عديل في المولد. الطريقة الختمية بيقولوا مرحبا بالمصطفى، بيجيبوا صفين، كويس كويس، بيجيبوا صفين بيقولوا مرحبا بالمصطفى، يقول لك المصطفى جه، مصطفى منو؟ الرسول في سجانة، مولد سجانة، بيجيبوا صفين ويخطوا قطعة بيضاء وكرسي، قالوا ده الرسول. وينه؟ يقول لك انت ما بتشوفه، انت ما بتشوفه، ده ما احتيال يا جماعه. لما صلاة المغرب تجي، مش قالوا ده الرسول؟ لما صلاة المغرب تجي شيخ الطريقة يقوم يصلي بالناس، يا قليل أدب يا شيخ الطريقة، الرسول قاعد وأنت تصلي بالناس يا قليل أدب يا صوفي؟ عرفت كلامي؟ ده كله باطل. ربنا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أفإن مات أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية دي قراها أبو بكر الصديق للصحابة لما كانوا واقفين، وعمر قال ما مات رسول الله، قال اجلس إن الحمد لله إلى آخره. قال قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. الصحابة بقى يرددوها طوالي. عمر بن الخطاب قال لحد ما وقعت على ركبتي، جثيت على ركبتي، النبي صلى الله عليه وسلم مات. ده كتاب بيألفوا منه الصوفية حق الطريقة الختمية، بيألفوا منه الحجبات، أو دي الأرقام، دي الأرقام بيألفوها، ما عنده أي علاقة بالقرآن، كله كلام فاضي وكلام فارق. النبي عليه الصلاة والسلام قال، وبيجاي برضه، قال الرقى والتمائم والتولة شرك، أي زول لابس له حجاب يقلعه ويعتمد على الله براه سبحانه وتعالى. وأديكم أديك الحاجة اللي بتحجبك، مش داير حاجة تحجبك. قال رسول الله، تقول لي الفقي، تقول لي شيخ الطريقة، بقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال اقرأ حين تصبح، ده معنى الحديث، وحين تمسي. خليه الود، خليه الود، نجد خليه، أنا عارفه نجد، أقبل دفر الصوفي برا الود ذاته. طيب طيب لك التحية والاحترام يا ولدنا، تم واحد نجد إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصباح تقرا قل هو الله احد ثلاث مرات، سوره قل هو الله احد، وتقرا سوره الفلق ثلاث مرات قل اعوذ برب الفلق، وتقرا سوره الناس قل اعوذ برب الناس ثلاث مرات الصباح وثلاث مرات المساء. قال تكفيك من كل شيء. قال العلماء تكفيك من كل شيء في جلب النفع، اي حاجه دايره خير
الله بيديك لها في اليوم القريت فيه والكلام ده الايات دي. واي حاجه خايف منها وبتخشاها ربنا بيدفع عنك في اليوم او الليله اللي قريت فيها الايات والسور دي من كتاب الله عز وجل. ونحن الحمد لله ما زي الصوفي ذاك اللي كان بيجيب العربيه هنا بعد ما يتكلم يفرش المخلايا الناس يدفعوا له قروش او يبيع حجبات، عرفته؟ نحن ما نسالكم عليه من اجر، عرفت كلامي؟ دارين الناس يتوحدوا ربنا سبحانه وتعالى، ما دارين من زول جنيه ولا تعريف. تفضل. السلام وحمار ومنافق. جزاكم الله خير، بارك الله. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.